دابا خرجنا ليكواسيون دو بروباغاسيون، خرجنا في لو كا جينيرال، وفي لو كا عاوتاني يكون عندي لوان دي سورس. دابا بقات لي واحد القضيه اللي خصني عليها، هي الانرجي الكترومغنيتيك. الانرجي الكترومغنيتيك ها هي فينا الانرجي، انرجي الكترومغنيتيك. الانرجي الكترومغنيتيك اللي كنعرفوها حنا اون جينيرال، بداتي كنذكر بواحد الطريقه هنايا بواحد الصوالح، ملي كتكون عندي ديبلاسمون الكتريك شحال كيساوي ايبسيلون فوا لو شون الكتريك. شوف هذوك اللي كنا نهضروا عليهم ايبسيلون كيتضرب لو شون دائما. دونك الا درنا بي كتساوي ني فوا اش، واش لو بي هو لو شون؟ لا، هذه قلنا ديبلاسمون الكتريك، وهذه لانديكسيون مانيتيك، ماشي هذا هو لو شون. ها لو شون ني في لو شون لو شون مانيتيك، هذا هو لو شون مانيتيك مضروب في هذه، هنا لو شون الكتريك مضروب في هذه، يعني لي شون هما اللي كيتضربوا في هذا. هنا الديبلاسمون الكتريك وهذه لانديكسيون مانيتيك. نمشيو لفيكتور دو بويتينغ. فيكتور دو بوينتينغ شحال كتساوي؟ اللي هي كنرمزو لها بي، كاين بعد الكتوبه كنرمزو لها بي، وكاين بعد الكتوبه اللي كيرمزو لها بي بحال هكا. فيكتور اللي هي كتساوي لي او فيكتوريال اش. لاحظ غير لو شون فيكتور لو شون، داكشي علاش حاول نديكلاري هنايا. ولا بغينا نديرو ندخلو لانديكسيون اون جينيرال، غادي تعطيك سمون، غادي تعطيك مادام هنا راني خدام في ميليو ديليكتريك ماشي مانيتيك، غادي تعطيني او فيكتوريال بي سور ني زيرو. هنا راني درت ني اون جينيرال، فهمت مانيتيك ولا هذا، ولكن دابا ملي خدام في ديليكتريك غادي تكون سور ني زيرو. متفقين معايا؟ دونك الا جيت هنا دخلنا الديفيرجونس ديال بي، نشوفو لي طال اللي غادي تاخدها بي، واش ديفيرج ولا ديفيرجونس دو بي. ديفيرجونس دو بي هي ديفيرجونس de E vectoriel P sur N0. Ça fait une main. حنا شنو كنعرفو؟ كنعرفو بلي ان الديفيرجونس غادي نعمل بهذا ان سير ني زيرو، معناتها تاع علاقه نو ديبوند با دو لا ديفيرجونس ولا نو ديبوند با دو ليسباس غتخرج لي، وغادي تعطيني بلي ان بي روتاسيونيل de E moins E rotationné de P. Donc, la divergence. Donc, un des rotationnel de E en haut, on va certainement 1 sur mu 0 P rotationnel de P, il y a moins D de P sur D de T. Moins E rotationnel de P, ce moment, c'est certainement nu 0 J plus nu 0 epsilon D de E sur D de T. C'est certainement 1 sur nu 0 moins P D de P sur D de T moins nu 0 J fois E moins nu 0 epsilon E D de E sur D de T. Ça fait une maille. Moins, n'amène avec le moins, on doit faire epsilon 0, nu 0, 1 sur nu 0, ça fait une moins, n'amène B sur nu 0, D de B sur D de T plus adni 0, je vais mettre adni 0, c'est pas les G fois E plus adni 0, je vais mettre les epsilon, la epsilon machi E D de E sur D de T. Ça fait une main. Donc, un des divergences de pi. Divergence de P. Il est dans la loi des sources. Loi des sources. Loi des sources, il y a G
ايكا زيرو، دونك هاد لو تير مشى ليك للزيرو. هي تقدر تخليها وهذا، لكن غادي نسميوه تيرن دو سورس. يعني هاد لينيرجي كيجي، هاد لينيرجي اللي تزادت لي تزادت لي بلي سورس. يعني ملي نجي نحسب لينيرجي الكترومغنيتيك اون جينيرال، لو كان ما درتش الوان دي سورس يعني بغيت نحسبها في الجينيرال، هاد لو تيرم اللي تزاد كنسولو تيرم دي سورس، يعني تيرم دي سورس غادي يكون عندي سيتين انيرجي وصافي. دونك لاحظوا معايا هادي بي و بي، هذا سي تان ديريفي، ديريفي ديال بي كاري. بي كاري لاحظت معايا نديرها ديريكتومون، يعني راه باينه ديفيرجونس دو بي كتساوي لي واحد الموانه لبرا، هادني زيرو ني دي بونت با دي طون نقدر ندخلها. دونك هي لا ديريفي سير دي دو تي ديال من ديال بي كاري سير دو ني زيرو. شوف لان علاش كون ديريفي الاولى تعطيني جوج في بي، في ديريفي دو بي جوج تمشي مع جوج وتبقى لي بي تخرج على برا، هي هادي في لا ديريفي دو بي سير دي دو تي بليس. عاود كذلك هادي هي الديريفي سير دي دو تي ديال ايبسيلون فوا او او كاري سير دو. متفقين معايا؟ حيت باش اون فوا ديريفي او او كاري تهبطها دو تبقى لي او، حيت اكس بريم اكس او كاري بريم شنو هي؟ هي راها دو اكس 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 بريم، هادي هي اون جينيرال. و اكس بريم بارابور لاكس تجيب لك واحد، داك علاش داكشي علاش كنلقاو دوز اكس. مي اون فونكس واحد الفونكسيون اف اف او كاري بريم راه هي جوج اف اف بريم هكا. علاش حنايا اوس ان اون جينيرال كنديرو موان زان دايما اف لا بويسونس ان بريم، كنديرو ان في اف في اف لا بويسونس ان موان زان بريم هكا. وهي هادي هاديك دو موان زانت، دو موان زانت تعطيك واحد تبقى لك اف بريم. هي هادي هي هادي ها هي مثلا هاد الديريفي ديال هادي تعطيك جوج تهبط جوج تمشي مع جوج ما بقاتش هنا يبقى لك او في او بريم. او بريم هي هادي مثلا حياتي. دونك نعملو بهاد لا ديريفي سما ديال القا، غادي نديرو موان لا ديريفي بارابور لو طون عامل دو بي او كاري سير دو سير دو مي زيرو بليس ايبسيلون او او كاري سير دو. هادي نوضعوها واحد دوبل في تعطيني موان دوبل في سير دي دو تي. دونك ديفيرجونس دو بي ها شحال تساوانا دوبل في، كنسميوها هي لينيرجي لينيرجي الكترو مانيتيك اون جينيرال. دونك لينيرجي الكترومانيتيك كتسمي تجمع لي ما بين لو شو لانديكسيون مانيتيك، يعني لينيرجي مانيتيك و لينيرجي الكتريك. ها هي فين لينيرجي الكتريك، بحيث ان دوبل في كتساوي بي او كاري سير دو ني زيرو بليس ايبسيلون او او كاري سير دو، كتساوي لي دوبل في مانيتيك بليس دوبل في الكتريك. الى لاحظتوا هنايا بيان سير واحد الموان خرجت لي على برا، هاد ديفيرجونس سي دون تير بوزيتيف. لينيرجي حنا عارفين واحد لينيرجي بارابور لو طون غادي تبقى ماشيه وتنقص، هادي لوجيك. دونك هاديك النقص هذا سي ليكون غادي يكون كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون نيجاتيف، دا ديمينياسيون، لا ديمينياسيون بهذا يبقى بوزيتيف، كنزيدو واحد الموان. هادي كتسينيفي بلي ان هاد لينيرجي كديمينيا بارابور لو طون، هادشي واقعي حتى في لو شو مانيتيك. لا شو مانيتيك الفارياسيون ديال لو شو مانيتيك كنشوفو بارابور لو طون، مثلا لو شو مانيتيك ولا شو الكتريك كنشوفو بارابور لو طون كتربطهم واحد لو سين موان. يعني لو شو روتاسيونيل دو او، روتاسيونيل دو او كيساوي موان دي دو بي سير دي دو تي. روتاسيونيل دو او سي طان يعني لو شو الكتريك باغ يونيتي دو سيرفاس، كيساوي يعني هذاك الباراليتي دو سيرفاس كيساوي موان لا ديريفي دو بي سير تي دو تي، يعني لا ديمينياسيون دو شون مانيتيك. دونك الا كان لا ديمينياسيون دو شون مانيتيك ولا دو شون الكتريك هاد لينيرجي غادي ديميني. دونك لا ديمينياسيون دو لينيرجي كيساوي لي ديفيرجونس، لا ديمينياسيون دو لينيرجي كيساوي ديمينياسيون دو لينيرجي بارابور لو طون كيساوي لي لا ديفيرجونس دو بي يعني الفيكتور دو بوينتينغ بارابور ليسباس. هذه لينيرجي الكترومانيتيك كنقدروا نقولوا لها هي لينيرجي، لينيرجي يعني
يعني الا بغينا من خلال غير هاد لانتربريتاسيون اللي درناها حنايا نتاع لو سينما، هي لينيرجي ترونسبورتي بار لوند الكترومغنيتيك دون، مادام هنا راه خدام بني زيرو هذا، دون ان ميليو، دون ان ميليو ديالكتريك لينيير هوموجين ايزوتروب. ايزوتروب يعني عنده ايبسيلون ني زيرو، هذا هو الميليو ديالكتريك اللي خدام به. دونك في هذه الحاله خصنا نزيدو نكملو نديرو ليطا دو بولاريزاسيون. ليطا دو بولاريزاسيون، ليطا دو بولاريزاسيون، بولاريزاسيون ليطا دو بولاريزاسيون. هاد ليطا دو بولاريزاسيون في ديال من ديال لي زوند، لي زوند ليمينوز، ليمينوز يعني في واحد الميليو ال اش اي كيما قلنا. كيبان شي يمكن مزيان بار. دونك هاد ليطا دو بولاريزاسيون كنشوفو ليطا يعني بولاريزاسيون، ملي كنهضرو على البولاريزاسيون اللي راحنا نهضرو، حنا نهضرو على لو شون الكتريك، لو شون الكتريك اون جينيرال. مي هما هنايا كنفترضو غير واحد لوكا جينيرال ونخدمو عليها. المهم غير خصكم تعرفوا واحد القضية، غادي ندير لكم هنايا ليطا اللي كتكون عليها لونغ عندنا حنايا اون جينيرال. هنا في ليكزام تقدر تنفعكم، فهمتوني ولا لا؟ اوند هذه غير تذكير وصافي. كنقولوا اوند ترانسفيرسال، ترانسفيرسال، وكنقولوا اوند لونجيتيدينال، لونجيتيدينال. ترانسفيرسال ملي كيكون عندي لو شون الكتريك بيربونديكولير فيكتور دونت، هنا كنقولوا ترانسفيرسال، ترانسفيرسال راه باينه يعني كتمشي هذيك تهبط وهذيك تطلع، يعني راهم بيربونديكولير. مي كنقولو لونجيتيدينا كيكون عندي لو شون الكتريك باراليل مع الفيكتور دونت كا. دابا لينا في التعريض بلي ان عندي واحد لوند لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ديالها سويفون او زيد، يعني او زيد غادي نسميو كون direction direction de propagation propagation. Donc il a une direction de propagation, c'est-à-dire le k que c'est k norme يعني ديالها sur un vecteur EZ. Donc le champ électrique, puisque ما غاديش يكون جاي سويفون او زد و لو شون الكتريك لي بيربونديكولير ا ك، دونك لو شون الكتريك غادي يكون كومبينيزون لينيير ما بين او اكس او ايكغيك او زد ايكال ا زيرو، مي او اكس او ايكغيك ديفيرون زيرو. ك جاي سويفون او زد هذا ما كيعنيش بلي ان لو شون الكتريك راه جاي سويفون اكس ولا راه جاي سويفون ايكغيك صافي، لا. تقدر مثلا لوند هذا هو الزيت ديالنا، هذا مثلا هذا هو الزيت ديالنا، هذا او اكس هنايا او هذا الزيت، يعني متفقين معايا هذا اكس هذا ايكريك. دونك لوند راه جايه سويفون او زيت والله ماشيه من الزيت، يعني لا ديريكسيون ديالها هو او زيت، متفقين معايا. هذا ما كيعنيش بلي ان لو شون الكتريك راه سويفون هذا وسويفون هذا، لا. دونك الا كانت جايه لو شون الكتريك، لو شون الكتريك يقدر يكون في هذا لو سونس بحال هكا، المهم هو يكون بيربونديكولير على هذا، حيت هذا ماشي كيعني بلي ان الا جات عندنا لوند سويفون او زيد راه بالضروره غادي لو شون الكتريك خصو يمشي لنا سويفون اكس، لا. ما كيقولوا لك بلي ان لو شون الكتريك ولا الشون مغنيتيك ولا الفيكتور دونت ولا الفيكتور دو بروباغاسيون كيكون بيربونديكولير، يعني لو شون الكتريك بويسكو ما راهش جاي سويفون او زيد، دونك غادي ناخدو لوكا جينيرال
باش ان لو شون الكتريك يكون في هاد لوك، يعني يكون واحد السوبر بوزيسيون كيجمع لي ولا كومبينيزونيه ما بين دو شون، يعني او اكس بلس او ايكغيك. كذلك لو شون مانيتيك عاودي الا كانت طالعه غادي يجي لو شون مانيتيك في هاد الاتجاه، كانت هابطه كما نقولوا يعني الكا هذا اللي يجي في هاد الاتجاه. مهم اون جينيرال يعني سوا يجي في هاد الاتجاه سوا يجي في هاد الاتجاه، متفقين معايا؟ Donc le champ magnétique ou le champ électrique, c'est une combinaison linéaire, combinaison entre deux champs, le champ magnétique, le champ magnétique suivant X ou le champ magnétique suivant Y. Kadalik a le champ électrique, le champ suivant X ou le champ suivant Y. Donc il a pris un kitbo le carré, on va dire qu'on a un E0, cosinus, oméga T. Moins k z دي moins k fois z moins k z يعني هذه كان ديال z fois z وهنايا غادي تكون هنا او 0 x هنا او 0 y كوسينس اوميغا t moins k z fois z وهنا 0 هذا لو شوم الكتريك. لو شوم مانيتيك b كتساوي لي b 0 يعني b x بي y بي z بي z إيكال زيرو، وهنا غادي يعطيني عاود بي زيرو x كتساوي كوسينيس أوميغا t موان كا z في z، وهنا تعطيني بي زيرو y في كوسينيس أوميغا t موان كا z فوا z. في واحد الرومارك، مادام أننا لو شون إلكتخيك سوفون y سوفون x، ضروري خصني واحد ديفازاج واحد لا فاز لا واحد لو روتار دو فاز في اكس، وعندي واحد روتار دو فاز في ايكغيك، يعني ماشي بالضروره غادي يكونوا على حسب لوريجين دو طول اللي اختاريتو. عاود كذلك هنايا في اكس بريم وهنايا موان في ايكغيك بريم ديال لو شون مانيتيك، دونك بالضروره غادي يكون هاد لا فاز هنايا. مثلا الا اختاريت هذا على حسب لوريجين، يعني هذا لو شون اي اكس شحال راه داير روتار دو فاز بارابور لوريجين اللي مختارو، عاود هذا الاو ايكغيك شحال راه داير بالروتار بارابور لوريجين اللي اختاريتو. مثلا الا اختاريت لوريجين لوريجين دو طون هو هذا، دابا او اكس ها هو هنايا غير نختارو في البوزيسيون بحال دي بوزيسيون باش تفهموني. ها هنا دي بوزيسيون لوريجين ديالي، هذا هو اوريجين، اوريجين عندي هذا او اكس هذا او ايكغيك وهذا او اكس. او اكس شحال داير روتار بارابور لوريجين؟ داير هاد المسافه. انا نتمشاو بالمتجهات باش نفهموا، ولكن ماشي متجهات غير باش تفهموا صافي شحال داير روتار على هذا، هذا الفرق هو فين. دونك هذا المتجه وهذا شحال داير الروتار على هذا؟ هذا. دونك لوريجين ديالنا اللي حنختاني او اكس شحال داير ما بين لوريجين كي سميناها في اكس، و او ايكغيك شحال داير روتار بارابور لوريجين في ايكغيك، متفقين معايا؟ هذا منين اختارينا لوريجين هنايا. دابا الا اختارينا لوريجين كونفوندي مع هذا، لوريجين كونفوندي مع هاد المسافه شحال كتساوي الا كانوا في هاد الحاله جينيرال؟ هادي شحال هاد مجموع المتجه مثلا درنا هذا، اذا درنا هذا زائد هذا كيساوي هذا، دونك في ايكغيك هادي نسميوها في هذا هو فينا نسميو في، دونك شحال كتساوي في من خلال هاد الغلاسيو؟ عندي في ايكغيك في ايكغيك كتمشي هكا، متفقين معايا؟ راني ماشي في هاد لو سونس بحال هكا، كيساويو هذا، دونك في ايكغيك كتساوي لي في بليس في اكس. دونك شنو كنستنتج هنايا؟ في كتساوي في ايكغيك موان في اكس. باش انايا انا ما نقدرش باش ما نبقاش نخدم لهاد لو فاز بوحدو وهاد لو فاز هاد لو طاغ دو فاز بوحدو وهاد لو طاغ دو فاز بوحدو، غادي نجمع هاد لوريجين ها هو فين هاد لوريجين، نحاول نبدل لوريجين. لوريجين نختاروش هنا، لوريجين نختارو كونفوندي مع او اكس. الا اختاريتو كونفوندي مع او اكس غادي يقول لي عندي لوريجين هنايا هذا اوري او اكس ومعاه لوريجين او و ايكغيك تبقى في بلاصتها، ياك متفقين معايا؟ او ايكغيك تبقى في بلاصتها، يعني الروتار اللي راه داير او ايكغيك على لوريجين هو هاد في،
ياك متفقين معايا؟ ما بقاش لوريجين هنا، لوريجين ولا كونفوندي مع هذا، دونك او ايكغيك يولي داير روتار دو فاز مع هاد لوريجين اللي راه هنايا، وبشحال بهاد في او اكس شحال يولي منين غادي نكونفونديو هنايا، شحال يولي داير روتار بارابور لوريجين، ولوريجين راه مطابق معاه، لوريجين راه مطابق معاه، دونك ما كيداير معاه حتى روتار، راه هو وياه ماشيين دوكا دوكا، دونك في اكس هنايا او اكس ما داير حتى روتار، ولكن او ايكغيك داير واحد الروتار اللي هو شحال في ايكغيك موان في اكس. كاين اللي كيقول لك هنايا هنا في اكس راه تساوي زيرو، لا حنا هاد لا فالور شحال كتساوي لنا، شحال من الاول شحال كتساوي، بحال واحد الحساب اللي نعترف بلي ان في اكس كانت عندي في الاول شحال القيمه ديالها هي هذه، ولكن ماشي بالضروره ان الا هذا ولا زيرو في اكس ديك الفالور اللي كانت عندها في الاول ما تبقاش، لا هذا سيتا واحد العدد، هاد العدد اللي ديجا معروف غادي واخا هذه هنا في هنايا، هنا قلنا لكم او اكس ما بقاش داير الديفاز، ما بقاش داير الروتار دو فاز، داكشي علاش هو ما بقاش، ماشي حنا درنا هذه كالا زيرو هنا، هذه في اكس هاد البوزيسيون حيدناه، فهمتوني ولا يعني ما بقاش داير، اما في اكس راه حنا عارفين القيمه ديالها شحال، دونك في كتساوي في اكريك موا في اكس، دونك لي كريتير اللي عندي من جديد يعني او كتساوي لي او اكس اللي هي او زيرو اكس كوسينيس اوميغا تي موان كا زد فوا زد، او ايكغيك كتساوي لي او زيرو ايكغيك كوسينيس اوميغا تي موان كا زد في زد موان في، هنا الا قالك حسب لي في راك عارفها هي في اكس موان في ايكغيك، او زد ايكالا زيرو، متفقين معايا؟ ونفس الحالة عاود الشومانيتيك بلا ما نديرها يعني لانديكسيو ماغنيتيك بحال هنايا، هادي شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي او اكس بليس او ايكغيك، الا بغيت نكتبها يعني بدل نعوض او اكس وكدا، اجي لي او ايكغيك، شحال كتساوي لي؟ او ايكغيك قلنا بلا نورم غير لا نورم كتساوي لي او زيرو ايكغيك كوسينيس اوميغا تي موان كا زيت في زيت موان في، متفقين معايا؟ دونك او ايكغيك سير او زيرو ايكغيك شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي كوسينيس اوميغا تي موان كا زيت فوا زيت موان في، وهادي كوسينيس ا موان بي، كوسينيس ا موان بي هي كوسينيس ا في كوسينيس بي بليس سينيس ا في سينيس بي، نطبقو القاعدة هي كوسينيس اوميغا تي موان كا زيت في زيت في كوسينيس في بليس سينيس اوميغا تي موان كا زيت في زيت في سينيس في، متفقين معايا؟ هاك وحنا عندنا ديجا عارفين عندنا او اكس كتساوي او زيرو اكس كوسينيس اوميغا تي موان كا زيت في زيت، متفقين معايا؟ دونك او اكس سير او زيرو اكس كتساوي لي كوسينيس اوميغا تي موان كا زيت في الزيت، وهاد كوسينيس كتاو هنا هي هادي، نمشي نعوض